وجه الدولي المغربي مهدي بن عطية والمحترف بصفوف وفنك توس، انتقادات قوية للحكم أوليفر الذي أدار مباراة فريقه وريال مدريد مساء أمس الأربعاء لحساب إياب الربع نهائي دوري إبطال أوروبا، وهي المباراة التي أجريت على أرضيات ملعب سانتياغو برنابيو. وقال بن عطية في تصريحات لشبكة بي أن سبوريت عن احتساب الركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة، أعتقد أن الحكم كان شجاعا بما فيه الكفاية لاحتساب ركلة جزاء، خضت وشاهدت العديد من المباريات ولم أرى أحدا يفعل ما قام به حكم مباراتنا. وأضاف عميد الأسود: إنه أمر خطير أن تعلن عن ركلة جزاء في الدقيقة 93 في مباراة من هذا النوع، وأنا لم أقم بدفع لاعب ريال مدريد فإسكيز، ولو أخطأت لكنت قلتها بشكل صريح.